يقول السائل: هل الصلاة في مساجد مكة تضاعف ب100 ألف صلاة مثل مسجد الكعبة، أم هذه المضاعفة خاصة بمسجد الكعبة؟ المضاعفة عامة في جميع الحرم، في جميع مساجد الحرم، ما كان داخل الأميال فإن المضاعفة تشمله، لأنه كله يسمى المسجد الحرام، كله يسمى المسجد الحرام. ولكن إذا صلى قريبا من الكعبة ويرى الكعبة هذا أفضل، وأما المضاعفة فهي عامة لكل الحرم، وفضل الله واسع. نعم.